بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم جميعا في اللقاء الثالث ضمن شروحات الجزء العملي المقرر داتابيس 2. لو تذكروا حضراتكم احنا تكلمنا عن السيكوال سب كويريز في اللقاء الأول، ثم تكلمنا عن السيكوال فيوز، واليوم إن شاء الله هيكون كلامنا عن انتروداكشن تو بي ال اس كيو ال، وهنتكلم عن البي ال اس كيو ال كونديشن ستيتمنت زي الاف زين إلز والكيس ستيتمنت. اولا احنا ظهر عندنا دلوقتي مصطلح جديد وهو البي ال اس كيو ال. يعني ايه البي ال اس كيو ال؟ البي ال اس كيو ال ستاندز فور بروسيدرال لانجويج اس كيو ال. يعني ايه؟ خلينا نقسم الموضوع جزئين عشان يبقى سهل. اولا الاس كيو ال او السيكوال اللي هي الاستراكشرد كويري لانجويج، اللي هي اللغه اللي بتحتوي على الاوامر اللازمة للتعامل مع قواعد البيانات، ودي طبعا تشمل كل الأوامر اللي انت درستها لحد الآن. يعني مثلا انت درست الكرييت تيبل والابديت والالتر والانسرت والديليت والسيلكت وما الى ذلك. كل هذه الأوامر موجودة في اللغة اللي اسمها ايه؟ اس كيو ال او ستراكتشرد كويري لانجويج. وزي ما حضرتك اتعلمت ان الاس كيو ال او السيكوال دي ستاندرد لانجويج. ستاندرد لانجويج معناها ايه؟ معناها ان كل الداتابيز مانجمنت سيستمز او كل نظم اداره قواعد البيانات بتستخدم هذه اللغه في التعامل مع قواعد البيانات. طيب امال ايه يعني ايه بقى بي ال اس كيو ال؟ البي ال اس كيو ال دي لغه برمجه خاصه بشركه اوراكل. شركه اوراكل حبت تعمل اكستنشن للاس كيو ال بانها تضيف عليها الادوات والاوامر اللي بنستخدمها في لغات البرمجه العاديه. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ضافت عليها، ضافت على الاس كيو ال الكونديشن ستيتمنت، زي مثلا الاف زين الز، زي الكيس ستيتمنت. ضافت على الاس كيو ال استخدام اللوبس زي الفور لوب، زي الواي لوب. عرفنا مثلا باستخدام البي ال اس كيو ال عندنا سهوله في تعريف الفاريبلز واستخدام الفاريبلز دي في اكثر من مكان. فاصبح باستخدام البي ال اس كيو ال انا بقدر اكتب اوامر الاس كيو ال الخاصه بالتعامل مع قواعد البيانات، وكمان بقدر اكتب البيزنس لوجيك الخاص بالابلكيشن بتاعي كله في مكان واحد. ده ادى طبعا الى سهوله الديفلوبمنت او سرعه الديفلوبمنت للابلكيشن، اقدر اعمل الابلكيشن بسرعه. كمان ادى الى سهوله التنفيذ وزياده البرفورمانس عند الايه؟ التنفيذ، لان دلوقتي البيزنس لوجيك والجزء اللي يخص التعامل مع قواعد البيانات الاثنين موجودين في مكان واحد، فاثناء التنفيذ مفيش ترافيك نتورك ولا في مشكله في ان انا ابعت امر واستنى ما يتنفذ وترجع لي الاجابه والكلام ده كله. ليه؟ لان البي ال اس كيو ال ضمنت ان يكون البيزنس لوجيك والسيكوال كوماندز الاثنين في مكان واحد، فاصبح تنفيذهم سريع، وده ادى لزياده البرفورمانس بتاع الايه؟ الابلكيشن. طبعا في ميزات اخرى كتير لاستخدام البي ال اس كيو ال، لكن مش مجالي دلوقتي ان انا اذكرها، فانا بحيلك لاي موضوع على الانترنت او اي كتاب بيتكلم على البي ال اس كيو ال هتلاقي الميزات دي مشروحه باستفاضه. تمام؟ خلينا بقى نبدا في التعرف اكثر على البي ال اس كيو ال. اول حاجه لازم نعرفها في البي ال اس كيو ال ان الكود في البي ال اس كيو ال بيتنظم في صوره بلوكس. البلوك is a basic unit in BLSQL. All BLSQL programs، كل البرامج اللي بتتكتب في BLSQL consists of blocks، متكونه من مجموعه من البلوكس. Each block performs a logical function in the program، وكل بلوك مسؤول عن وظيفه معينه او بينفذ مهمه معينه في البرنامج. طيب خلينا نتعرف على شكل البلوك. البلوك في المنظر العام بتاعه بيتكون من السكشنز اللي قدام حضرتك. اول حاجه عندنا الديكلير سكشن او بيسموه الديكلاريتيف سكشن، وده المكان اللي بعرف فيه كل الفاريبلز او المتغيرات اللي انا هحتاجها اثناء كتابه الكود بتاعي. يعني لو الكود بتاعي هيحتاج بعض الفاريبلز، فهعرف الفاريبلز دي في المكان ده تحت كلمه ديكلير. ثم ببدا في كتابه البيزنس لوجيك او الكود نفسه اللي انا عاوز انفذه بين البيجن والاند. يبقى اذا البيجن دي بتقول هنا بدايه الكود، والاند دي بتقول هنا نهايه الكود.
امال ايه الاكسبشن ده؟ الاكسبشن هاندلنج سيكشن ده المكان اللي بيتم معالجه الاخطاء اللي ممكن تحدث اثناء الران تايم. انت عارف اصلا كلمه اكسبشن معناها ايه؟ معناها ايرور بيظهر او خطا بيظهر اثناء عمليه الران تايم. فلو انا متوقع اي اخطاء ممكن تحدث فممكن اعالج هذه الاخطاء فين؟ في السيكشن بتاع اللي اسمه ايه؟ الاكسبشن ده. يبقى هكتب كلمه اكسبشن ثم تحت اعمل المعالجه لهذه الايه؟ الاخطاء المتوقعه. تمام؟ لازم تخلي بالك ان البيجن والاند الكلمتين دول مانداتوري، يعني دول لازم يكونوا موجودين، يعني لازم تعلم بدايه كتابه الكود ونهايه الكود. البيجن والاند دول اساسيين لازم يكونوا موجودين. لكن الديكلير والاكسبشن دول اوبشنال. اوبشنال بمعنى ايه؟ اختياري، يعني حسب الظروف، يعني ممكن الكود بتاعك ما يكونش محتاج فاريبلز، فما مش هتعرف فاريبلز هنا، مش هتعمل ديكلاريشن لاي فاريبلز، يبقى انت مش محتاج السكشن بتاع الديكلير. ممكن ما يكونش انت متوقع ان في اكسبشنز هتحدث، فيبقى انت مش محتاج السكشن بتاع الايه؟ الاكسبشن هاندلنج. تمام؟ لكن لازم البلوك بتاعك يحتوي على البيجن اللي هي بدايه الكود والاند اللي هي نهايه الكود. بعد ما تخلص كتابه الكود بتاعك لازم تحط الفورورد سلاش دي. الفورورد سلاش دي معناها بتقول للاوراكل خلاص انا خلصت الكود وابدا في تنفيذه. يبقى الفورورد سلاش هي اللي بتقول للاوراكل ابدا في تنفيذ هذا الكود. لو ما كتبتش الفورورد سلاش مش هيتم تنفيذ الكود اللي انت كتبته. تمام يا شباب؟ خلاص واضح؟ ادي الصوره بتاعت اي بلوك هنستخدمه في الكود. طيب لو جيت بصيت هنا بيقول لك البلوكس كان بي نستد ويزن ايتش اذر، يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكتب بلوك جوه بلوك واكتب بلوك جوه بلوك، ما عنديش مشكله. نستد، نستد يعني متداخله. تمام؟ يبقى انت البرنامج بيتكون مجموعه بلوكس وممكن كل بلوك يحتوي على بلوك اخر ويحتوي على بلوك اخر وهكذا. خلاص؟ طيب خلينا بقى نشوف الاوامر الرئيسيه اللي مش هقدر استغنى عنها في اي برنامج للبي ال سكيور. اولا خلاص احنا خلصنا الجزئيه دي. اولا انا عشان البرنامج بتاعي يقدر يعرض رسائل او يقدر يعرض اي تكست على الشاشه قدام اليوزر لازم اكتب الامر ده set server output on. set server output on، اولا السيرفر output ده environment variables، يعني ده variable من الاوراكل. انا لما بعمله بخليه اون معناها ايه؟ بسمح ان الرسائل بتاعتي اللي عاوز اظهرها قدام اليوزر تظهر بالفعل على الشاشه واليوزر يعرف يقراها. طيب لو انا عاوز اكتب رساله بستخدم الامر ده database management system، ده اختصارها اللي هي DBMS underscore output dot put underscore line، وبين القوسين بكتب التكست اللي عاوزه ايه؟ يظهر. تمام؟ يبقى الامرين دول اكيد هتستخدمهم اثناء كتابه الكود بتاعك. مبدئيا لازم تشغل السيرفر اوتبوت تخليه اون عشان تتعامل مع اليوزر، ولو عاوز تكلم اليوزر لازم تستخدم الامر ده عشان تعرض الرساله بتاعتك. لو حبينا نجرب الكلام ده تعال نجرب بمنتهى البساطه. انا عاوز مثلا نعمل برنامج يجمع رقمين ويعرض الناتج قدام اليوزر. يبقى انا مبدئيا اول ما اخش على السيكوال بلس هكتب كده set server output on، ثم ابدا في كتابه الكود. انا دلوقتي محتاج اعرف تو فاريبلز عشان احط فيهم رقمين اللي عاوز اجمعهم. فانا ادام هعرف فاريبلز يبقى هنعمل ايه؟ برافو عليك، هنعمل ديكلير ونعرف الفاريبلز بتاعتنا. انا مثلا هعرف var1 ده نوع نمبر، وهعرف var2 وده برضه نوع نمبر. يبقى انت عدلت، خدت بالك ايه اللي حصل؟ بكتب اسم الفاريبل الاول ثم بعد كده اكتب اسم الايه؟ او اكتب الداتا تايب بتاعه. طيب هل هتحتاج الريزلت تعرفه؟ خلينا نعرفه. هعرف كمان ريزلت ده الفاريبل اللي هطلع فيه الناتج وهخليه برضه نوعه ايه؟ نمبر. خلاص انتهيت من التعريف بتاع الفاريبلز. هتبدا تعمل ايه بقى؟ برافو عليك، هعمل البيجن. البيجن عشان اقول ادي بدايه الكود اللي انا عاوز انفذه. هتعمل ايه هنا؟ خليني ادي للفاريبل 1 والفاريبل 2 قيمتين. فانا هقول الفاريبل 1 مثلا يساوي 10.
لو خدت بالك اللي يساوي هنا او الايكوال اوبريتور هنا بيتكتب بالشكل ده، بكتب الكولون اللي هي نقطتين من فوق بعض ثم يساوي، وهقول الفاريبل 2 مثلا اخليه بيساوي 20. طيب وبعدين عاوز اقول بقى ان الريزلت بتساوي ها الفاريبل الاولاني زائد الفاريبل الثاني. بعد ما خلصت الريزلت عاوز اعرضها على اليوزر، فاعرضها ازاي؟ برافو عليك، الامر اللي احنا قلنا عليه اللي هو داتابيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوتبوت دوت دوت اندرسكور لاين، ثم بفتح القوسين وبكتب الحاجه اللي انا عاوز اظهرها. انا عاوز اظهر ايه؟ عاوز اظهر الريزلت اهو. طيب خلصت، يبقى زي ما فتحت الكود ببيجن لازم تنهيه بايه؟ باند. اوعى تنسى الكلام ده، الكود بيتفتح ببيجن اهو وبينتهي بايه؟ باند. طيب خلصت كده، الكود ده مش هيتنفذ الا لو حطيت ايه؟ فورورد سلاش. برافو عليك، فحط فورورد سلاش. لو تاخد بالك طبع لي هنا ايه؟ 30، شايف؟ طبع لي 30 اهو، الفورورد سلاش قالت للاوراكل نفذوا الكود، فالكود اما اتنفذ طبع ان الريزلت قيمتها كام؟ 30. طبعا هنا الصوره شكلها مش حلو لان ال 30 كده لوحدها مش مفهوم. طب ممكن اكتب رساله اقول له مثلا ان الريزلت از واروح حاطط القيمه؟ اه ممكن. ازاي؟ خلينا نعمل اديت. هاجي هنا بدل ما انا كتبت 30 وخلاص، لا هقول انا عاوز اكتب ان الريزلت از ايكوال مثلا، وبعدين احط جنبها قيمه الريزلت. عشان اعمل كونكاتينيشن ما بين الفاريبل اللي اسمه ريزلت والتكست ده بستخدم الاور. عارف الاور؟ اهي الاور اللي هي فوق الباك سلاش. ها اما تدوس شيفت مع الباك سلاش بيكتب لك الاور، صح؟ طيب خلصت التعديل، فهقفل وادوس سيف وارجع عشان انفذ الكود. اعمل ايه؟ فورورد سلاش. برافو عليك، فشفت بقى تعدلت ازاي؟ بقى اهو الريزلت از ايكوال اللي انا كاتبها اهي الجمله، وضاف عليها ايه؟ ال 30. تمام؟ ادي شكل مبسط خالص لبلوك اوف كود في البي ال اس كيو اي. طبعا احنا بعد كده هناخد حاجات اكثر تعقيدا شويه. ماشي؟ يبقى اتفقنا؟ يبقى انا هراجع معاك مراجعه بسيطه. اول حاجه لازم اشغل السيرفر اوتبوت ده، فانا لازم اقول سيت سيرفر اوتبوتس اون عشان اقدر اتعامل مع اليوزر واطلع رسائل. هكتب ديكلير واعرف الفاريبلز اللي انا محتاجها. هكتب بيجن وابدا اكتب البيزنس لوجيك بتاعي، الكود بتاعي. بعد ما بخلص بكتب انت. لو عاوز اظهر اي رساله بستخدم داتابيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوتبوت دوت بوت لاين، وبين القوسين اكتب اللي انا عاوز اظهره. لو كنت هظهر فاريبل واحد هكتبه خلاص. حبيت اعمل كونكاتينيشن زي ما عملنا في المثال الاخير، فبكتب التكست بين سنجل كوتس، ثم استخدم الرمز بتاع الاور اللي هي العلامه اللي فوق الباك سلاش، وبعدين احط معاها الفاريبل اللي عاوز اعمله كونكاتينيشن اللي هو في حالتنا مثلا كان الريزلت، واكتب في الاخر اند. ما انساش ابدا الاند لان دي كده بتعلم بنهايه الكود بتاعي، وعشان انفذ لازم احط الفورورد سلاش. تمام يا شباب؟ تمام.